أصبح الخير للمعجزة، كي دايرين لك وبيدة ديولي لاباس عليكم، ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. عارفاكم توحشت الروتينات ديالي، توحشت أنا الروتينات ديالي أختي، توحشت الدار، توحشت أختي طيابي، توحشت أختي كوزينتي، توحشت أختي جردتي، توحشت كل شي ديالي. المهم اليوم إيوا بما أنني توحشت قلت اليوم فايقة في الصباح ان شاء الله ندير البيداتي وراجلي ندير لهم واحد الشهيوه اللي انا مشهياها في نفس الوقت، ميم طون بروتين ليا وبروتين الوليد، شي حاجه صحيه وميم طون شي حاجه بنينه. كما كتشوفوا معايا تما الشكلاط درتو في الماء سخون بلا ما نبدا نغسل الشكلاط، وداك الشيء غيدي ليا الوقت اصلا. وهنا كنت وجدت لاباط فيتي اكسبريس بثيرموميكس، بالنسبه للناس اللي انتريسي للثيرموميكس اللي بغاوه راه كاين فيها البنات كريدي فابور على عام، وكاينين اكيد اكيد لي فاسيليتي وحدين اخرين. يعني دوزو عندي واتساب اللي بغات تعرف اي حاجه، دوزو عندي واتساب نشرح لها على الثيرموميكس. هنا كنت وجدت لاباط فيتي اكسبريس 2 مينيت البنات 2 مينيت، وتوجد لك لاباط فيتي اكسبريس بدل ما تبقاي تشريها من الزنقه وما عرفتي شنو كاين فيها وما عرفتها واش بنينه، اون بلس اقتصاديه هذه، وكتبقاي تحضيها تقدري تستعمليها وتحضيها في الثلاجه تعاودي تستعمليها مره اخرى. هنا كما كتشوفوا معايا فرشت لاباط فيتي، بعدا اول حاجه طاك لايكيو ليا لا فيديو، بارطاجيو مع اصحابكم اكيد، بارطاجيو الاكله اللي غادي تعجبكم اكيد. هذا غير فطور هكا خفيف ظريف للوليدات، ميم طون شي حاجه بنينه وشي حاجه غادي تعجبهم، راكم فاهمين. البنان راه كيدوز مزيان بارطون بلوس، عارفين حنا البنان كيتمشى مزيان مع الشوكولا ولاباط فيتي، شي حاجه اللي كتجي بنينه بنينه بنينه. الا بغيتوني نشارك معكم لاباط فيتي اكسبريس قولوها ليا البنات، ميم تقدروا كنظن تقدروا ديروها في الطراب. هنا كما كتشوفوا معايا انا قطعت الجنيبات وخديت هنا البنان حيت ليه القشره ديالو، غادي بحال كنحيد ندير ليه واحد الخطيط من الوسط. راه ديال البنات هاد الاكله راه مشهوره في الانستغرام، الناس اللي كيتفرجوا في الانستغرام تيك توك هادشي راه غيعرفوا باللي راه كاينه فيه. اذا نيزيتي با البنات تدوزوا عندي الانستغرام والتيك توك ديالي، مرحبا بكم كلكم. هنا درت بحال درت دي 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 لا سميتو دي وريقات، بحال شي وريقات هكا، رققت لاباط فيتي رقوها مزيان باش ما تجيش غليظه. هنا تقبت هذا من بعد ما داب كما كتشوفوا معايا، جاني ساهل فاسيل بدل ما انني نبدا ندوب الشوكولات ونبدا نكبو. هذا اون فيت فيه لي نوازيت، يعني هذا فيه لي نوازيت ديجا، وجاني شويه قاص هكا باش مجموع باش ما يدوبش لي ما يسيحش ليا. هنا كنشد ديك لا بانان، شوفوا لي بانان ما تاخذوش لي بانان يكون طايب بزاف باش مي باش تقدروا تلوعوا لي لاباط، يعني البنان يكون هكا كما شفتوه صاين مزيان وهو هذاك. هنا لويتها على لابانان وعاودت درت عاودت لا بروسيسوس غير باش تشوفوا كيفاش فاش ثقبت البنان على داك الشكل، درت ليها الشوكولا على هذا الشكل ونعاود نلويها عليها. وانتم هنايا تقدروا تزيدوا تفنوا ليا في المذاق، انا هنا زدت القرفه بما ان القرفه كتجي زوينه مع لاباط فيتي ومع الشوكولات ومع البنان وداك الشيء غتجي رائعه، كتجي زوينه راه غادي تعجبكم. وما تخافوا حتى شي حاجه حيت البنان ما كيقصحش ما كيتحركش من الداخل ولا حتى الشوكولا، يعني غير لاباط فيتي اللي كطيب من الفوق وكتجي بنينه وزوينه البنات وكتعجب الوليدات الصغار. وفطور صحي راه واخا فيه لاباط فيتي راه كاينه الزبده راه ضروري للوليدات الصغار، البنان راه مزيان ليهم، الشوكولا حتى هو الا كان عندكم شوكولا نواغ من الاحسن. زعما فطور صحي واخا هو فيه شويه ديال لي سكر، ولكن راه فطور صحي شويه. هكا غادي نزيد عليه انا القرفه من الفوق كما كتشوفوا معايا ديكور بيان سور، اللي ما بغاتش تزيد ما عرفتش انا زيدي داك الحليب المركز المحلى من الفوق، او لا زيدي الزنجلان، او لا زيدي الشوكولا، او لا زيدي اي حاجه عندك. انا زدت القرفه هنا من الفوق وغادي ندخلو دابا للفران على 180 درجة. دهنوه بالبيض البنات، لا دهنوه بالحليب والبيض ولا بالزبدة، أنا دهنتو من الفوق بالزبدة باش يحمر. هاكا غندخلو ليه درجة الحرارة 180 درجة ديال الحرارة الفوق والتحت، وغادي نخليه حتى كيحمر. هنا دوك الطريفات اللي قطعت مرميوهمش، الإسراف راه خايب ما يبغي حتى شي حد، أنا ما كنحملش حاجة سميتها الإسراف، سيختو في الحاجة دايرها في الدار وسيختو الحاجة إلا مقادها بيديك يعني عارفة شنو كاين فيها، ما كاينلاش نديرو نصرفو فيها. هنا خديت هداك لي مورسو ديال لاباط فيتي اللي بقاو خبزتهم على هذا الشكل، وخديت دوك لي مورسو ديال البنان اللي قطعت من البنان باش ما يضيعوش. غادي نزيد عليهم داك داك شويه تاع القرفه، ونزيد عليهم شويه داك الشوكولا اللي بقى في ديك في داك الساشي ديال الشوكولا باش ما يضيعش، راه فيه النوازيت جا زوين مع القرمشه ديال النوازيت والشوكولا جا رائع رائع. اون بليس هاد الشوكولات ما حلوش بزاف، عجبني جاني ما حلوش بزاف حيت فيه النوازيت ناقص فيه الحلاوه. غادي نهز داك الشوكولات باش ما نديروش الضياع، نحيدوه ونديرو حده عشوائيه جدا. هذا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يلويو على البنانه، تقدروا ديروا شي حاجه عشوائيه هكا عاديه جدا، اولا طحنوا البنان مع الشوكولا ومع القرفه، المهم ديروا كيما عجبكم شي حاجه عشوائيه هكا ولويتها
قلت هي غندخلها الفران وغادي طيب غندهنوها بشويه تاع الزبده وغادي يطيب كل شيء وغادي يجي رائع. يوم بعد ما سالات اختكم راه ضروري غادي تجمعي البلاصه ديالك الروينه، حيت ما بغيناش نخلو الروينه، الا خليناها تزيد روينه على روينه روينه على روينه روينه على روينه، يوم ما غاديش نخرجوا من هذا الشيء. فين ما كنطيب انا شي حاجه كنجمع موريا البلاصه باش تبقى ليا بلاصه نقيه وما نرونش ونمشي لبلاصه اخرى عاوتاني. هنا كما كتشوفوا معايا حولت البيض، حيدته من ديك السله ديالو، درته في هذيك البواطه هذيك، ميم طون ديكور ميم طون حاطه فيها البيض. راه عندي منها تقريبا ثلاثه هكا كندير فيهم الشبكيه وسلو في رمضان، ودابا درت فيها البيض هكا حاطه فيها. هانتوما هما وجدوا، هما حمارو، انا ما درت لهمش لا بيض لا والو، درت لهم غير الزبده من الفوق وسي بو راه طاب. ودابا غادي نسلهم دابا نتوما شفتو واش دايرين. غادي نزر واحد شويه فين هي، نزر عليكم عين توريكم، ما غنوريكم بعد الا خرج شفتو اموري. انا اللي غلط معاك ام سوري، ورا بيناتنا حب اسطوري. ربي شوفوا هادي كيفاش ولات ليا هادي، هادي راه مهرس دخلات ليا لاصالتي لداخل، خاصني لا فيتغ. كنتسنى غير وحده، واحد لابونو ديالي الله يعطيها الخير ذهبيه تمشي وتصيفطها ليا من على برا، تقلب ليا على الغيفيرونس ديال هذا وتصيفطو ليا، حيت هاد الفرن ماشي ديال المغرب، ديال برا. وبوش محل واش لقى عندهم؟ وانا بوش ماروك شري، كاين بوش في المغرب، وسولناهم قالينا ماشي ديسبونيبل. انا اللي هرستها في عايلي، شوفوا دخلات ليا لاصالتي لداخل. دابا خاصني نحيد هذه تبدل كلها، ماشي هذه ديال هنا، غير هذه ديال هنا ديال الداخل. وهنا من بعد ما طابوا البنات راه ساهل، ما تقريبا كيجلسوا شي نص ساعه تقدروا تفطروا فيهم، يعني نص ساعه وهما واجدين. كيجوا بنان لا بات فيتي، انصح انكم تاكلوها وهي سخونه كتجي زوينه. وتقدروا اكيد ما ديروش ديروا غير لا بات فيتي عادي، وديروا فيها نوعوا، انتم تقدروا تنوعوا البنات في الفخوي، ماشي ضروري البنان، تقدروا تنوعوا في الفخوي بزاف، عطى الله الفخوي ما ديروا تما وتنوعوا تزوقوا. المهم ديروا على شكل، انا درت داكشي اللي كان مسلكني ولحيت باش دغيا نفطر، حيت انا شويه معطله هنايا. تعرفوا راه احسن حاجه كتعجبني انايا هو نهار كندير لوليداتي الفطور وكنجمعوا عليه، حيت لا سيمين كلها ديال المدرسه، حيت دابا هي ديال دخل المدرسه راه رجع للقرايه، بدات القرايه كما عارفين، يلاه بدات، يلاه بدا نورمالمون. انا كتعجبني فاش يلاه فاش داك النهار كيكون فيه ما كتكونش فيه المدرسه وكتبغوا تجمعوا في الفطور وهادشي، عيد فاش كتكون القريه راه ما كتجمعوا في الفطور، كل كيفطر بوحدو. والويكاند هكا كديري شي حاجه باش كتجمعوا على الفطور ما بيناتكم وكتجمعوا. انا كيعجبني الجو ديال العائله الصراحه. البنات كيفاش كتجي من الداخل شتو، راه كتجي هشيشه طايبه مزيان، والبنانه كتكون رطبه ما كتقصح شتوها. والشوكولا تقدري تزيدي عليها انتيا، درنا ليا داك نيسلي شغل تخيك كوم سا جو لامي. حنا درنا تي، درت تي نواغ الفطور، اتاي نواغ ما درتوش، درتو عاتاي، حنا كنشربو تي بلا سكر. ومن بعد الكبيدات ديالي من بعد ما فطرنا اكيد راه إليان ضروري هو والزبايل. المهم خليت على في الجرده هو وإليان، حيت ضروري شي واحد يقابلو في الجرده. وميم طون كاينين، كاين راكم عارفين قلت لكم راه كنقاد ديك البسيطه تاع الدجاج، يعني خاص شي واحد وواحد ديك الخروفات، ديك الخروفه وداك الدجاج ما كاينش في بلاصتو، يعني كيخرج كيبدا ياكل ليا في ال في ال في داكشي اللي كنغرس كيبدا ياكل ليا فيه كيعصبني. هنايا كنوريكم البنات هادو اللي خديت من شيين، درت فيها وحده نعناع وحده قزبور وحده معدنوس.
جو رائعين. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيهم انهم غير بخاتيك في الحله ديالهم، يعني كون درا لهم بحال شي شرجم يتحلوا يجوا حسن، ولكن هكا شويه ما بخاتيكش في الحله ديالهم. ولكن سينو جو زوينين رائعين باش تحطي فيهم هكا قزبور نعناع، جو تخو كيوت في الثلاجه، فهمتوا؟ غير الحله ديالهم اللي كتجي شويه بخاتيك، يقدروا يبدلوا ليها من بعد، ولكن انا الصراحه عجبوني هادو ديال شيين رائعين. شفتوا الديكور ديالهم كيفاش جا؟ يا سلام يا سلام يا اختي يا سلام، كيعجبوني هاد لي غونجمون هكا وهاد المنظمات هكا اللي كيكونوا في الثلاجه، كيجوا زوينين. من بعد ما ساليت راكم عارفين، من بعد السفر خاص كيتقدى، خاص كديري شي حاجه. هنايا تقدى لي انا الخضره البارح، الخضره انا ما كنتقداش بزاف، كنتقدا شويه شويه وكنغسلها. باقا انا بقى في ديك الحاله من يامات كورونا، صافي بحال خديت داك الريتم ديالي، خاصني ضروري الخضره نغسلها. كنغسل الخضره ديالي كنستفها باش كنلقاها ديجا نقيه في الثلاجه شويه 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 من الحاجه، داكشي اللي كنستعمله في الاسبوع، داكشي اللي غيقدني الاسبوع، حيت انا كل اسبوع كنمشي نتقدا، ومن طوسط الاسبوع كتمشي كتاخذي شي حاجه الا خاصك، بحال شي حاجه ديال لافوكا، شي حاجه ديال الديسير كتاخذيها وخصت الاسبوع، واخا كتقضي كتعاودي تاخذيها. حنا كناكلو الديسير بزاف، والدراري الصغار كياكلو الديسير بزاف، وكنخدمو لي سالاد، لي سالاد سيغتو لا سالاد كنخدمو بها بزاف، يعني لا سالاد كل ساعه غاديين جايبينها جايين جاينا، سيغتو الا ما كنتش غارسه كل ساعه غاديين جايبين لا سالاد جايين لا سالاد جايبين لا سالاد. راكم عارفين البصله كتسالاد غير، البطاطا كتسالاد غير، ايوا كنعاودو. المهم انا كنستف غير كندير لوغانيزاسيون، اللي عندها شي اورغانيزاسيون لهاد لي باك هكا ديال الثلاجه، واللي عرفات فين نقدر ناخذ هاد لي باك، حيت كما كتشوفوا معايا هاد الباك هذا راه تشلخ تشلخ ليا بالغسيل وبالحلان. اللي عرفات فين نقدر ناخذ هاد الثلاجه ديال ال جي، ثلاجه البنات لا مارك ال جي، اللي عرفات فين نقدر ناخذ هاد لي تيغواغ هادو جداد تقولها ليا عافاكم في التعليق، باش نمشي ناخذهم من عند، ما عرفتش انا واش كيتباعوا عند ال جي ولا لا، واش غيتباعوا عندهم هاد لي باك كنعاود نبدلهم ولا لا. صراحه ما كرهتش، يوم ميم طون الا كتعرفوا شي غونجمون ديال الخضره وهكا قولوها ليا باش نقدر ناخذهم، حيت لي غونجمون اللي كناخذ ديال الخضره دوك ديال البلاستيك دوك ديال كيتهرسوا دغيا، فهمتوا؟ ماشي شي حاجه بخاتيك كيتهرس، ما بقيتش غادي ناخذهم. كناخذ واحد لا كاليتي اخرى، كاليتي مزيانه نقطه، لي كاليتي عيانه راه ما كناخذها الصراحه، كيتهرسوا دغيا. داك البيبسي كلاص وداك الشيء، كاين واحد اللي لقيتو ما كيتهرسش اللي هو غزال، كنت خديته من ايكيا، هذاك ما كيتهرش. من بعد ما ساليت صفى الخضره، راكم عارفين الصابون دائما كاين، وخصوصا مع جينا من السفر، يعني الصابون دائما كاين، خصني نصبن واحد العرام، واحد الجبل عندي ديال الصابون. هنا كنت صبنت المانط كما كتشوفوا معايا، الزرابي والمانط اللي كانوا عندي كانوا كاين في الدار، كانوا مفرشين خاصهم يتصبنوا يتنقاو، وجمعتهم كنت صبنتهم البارح، وهنا اليوم غير شمشوا شويه في الصباح وعاود جمعتهم، وهنا غادي نستف غادي ننشر الحوايج واحد شويه. وهنا كبيدات ديالي من بعد ما سال الصابون، راني راضة عاوتاني ماكينة أخرى، راه غير غدرت لكم اللقطات. أما سينا إلا بقيت نتبعكم هكا، راه ماكينة تبع ماكينة، تنشف وحدة ندخل وحدة، تنشف وحدة ندخل وحدة، دابا كيسمعوا لكم هنا باقي ما تناوش، هما تصبنا وما باقي ما تناوش. ها المصيبة الكحلة هي هادي الكبيرة، هو أنني نتنيهم صعيب عليا نتنيهم، ولكن نصبرهم نصبرهم أختي ونشورهم أختي، ولكن نتنيهم عطوني بالثقة عافاكم. هنا كنوريكم داك اللي خديت من شيين، شتوها البنات؟ انا غلطت في لي ميزور، خديت واحد كبير واحد صغير، فهمتوا؟ واحد عريض واحد طويل، يعني غلطت شويه في لي ميزور، مي سينو راهما بحال بحال، شتوهم؟ راه دابا جا هو كمل لي الفراش ديالهم، طال المره الجايه عاوتاني ناخذ واحد عريض، حيت هذا اللي خديت هذا خديت واحد رقيق واحد خديته عريض، فهمتوني كيفاش؟ غيبان لكم لا ديفيرونس في الكنابي.
وهنايا راه حطيت داك ديال لي سيرفييت كما كتشوفوا فوق لا طابل، داك ديال الكلينيكس فوق لا طابل كديري فيه الباكي ديال الكلينيكس كيجي خطير في الديكور، حتى الديكور ديالو واعر واعر اقسم بالله حتى واعر. المهم انا هادشي راه ما تدعوا عليا، راه عندي الاولويات شي وحدي، اولويات اخرين نقادهم فهمتوا، على انني نقاد الصالون عندي شي اولويات اخرين نقادهم هو الاول، عاد ديك الساعه نشوف مع الصالون. المهم الصالون ليسونسييل راه فيه كلشي، كاينه التلفازه الاساسيه، كاين الكنابي فين تجلسي، كاينه الطابله علاش تاكلي، كاين النقا نقيه الحاجه، كاين باش تغطي، هادو هما الاساسيات. داكشي الاخر راه كيجي مع الوقت، ما خاصكيش تعذبي تفورسي على راسك. نشوفوا الاساسيات، الحاجه اللي اساسيه اللي حصها تحيد من طريق بعدا نخلصوها ونديبانيوها، حتى ما يكونش عندي شي شهر ما يكون عندي والو، عاد ديك الساعات كتحدي شويه كتقضي غرض بحوايج اخرين فهمتوا. عارفه داكشي حاجه خاصها في الصالون، عارفه خاصني بامال ديال الحوايج في الصالون راكم فاهمين، ولكن انا دابا الصالون ماشي هو الاساسيات ديالي، عندي اساسيات اخرين فهمتوني، عندي شي اساسيات اخرين نقضيهم عاد ديك الساعات نشوف الصالون. الصالون راه غنفرش فيها زريبيه، هذه فرشتها دابا حيت الصهد فهمتوا، الصهد مفرشه هذه حيت صغيره، اما فاش كيكون البرد كنفرش ديك الكبيره وكنعمر الصالون مزيان بالزريبه باش كيسخن، حيت انا عندي شويه الدار في البرد كتكون بارده وفي الصهد. المهم لا انا كنهضر لكم، راه الديور كلهم كيكونوا باردين في الصهد في البرد وكيكونوا سخان في الصهد، هادشي كله نهار كيسخن الحال عادي. قلت لكم كندير الاساسيات هو الاولين، الاساسيات راه كاينين، كاينه التلفازه، كاين بلاكار، كاينه زربيه، كاين باش ناكلو، كاين باش نشربو، كاين باش نتغطاو، الله يجعل البركه. داكشي الاخر راه كيجي مع الحياه اليوميه وداكشي، حيت انا الا نتوما بنات ما عارفينش قصه حياتي كلها، ما عارفين شنو كنخلص، ما عارفين شنو اللي سابق عندي وشكون اللي متالي. انا كنشوف الحاجه اللي اساسيه عندي هي الاولى، اللي ماشي اساسيه راه تقدر تسنى مادام كاينين فين كيلعبوا الدراري وكاين كلشي ونقي كلشي، الله يجعل البركه. كاين اللي ما غيتفقش معايا هذه الحاجه يقول لي خليتي اوصلا هو الاول فين يجوا الضياف، انا ما عنديش الضياف، الا جاو عندي غيقبلوني كما انا، كما انا كنقبل واحد كما كان. هنا من بعد ما ساليت المناج ديالي شويه مشيت عند دعاء الهواره، مشيت نقاد سوان دو فيزاج، خاصني كان خاصني واحد سوان دو فيزاج بما انه سافرت وضربت الشمس، غتبان لكم الوجه ديالي كله مبرقع بالشمس حيت كنت مسافره وما كنتش كندير سوان دو فيزاج، ما كنديرش ايكرون. هنا كنت ساليت ودرت واحد الماسك كنرتاح. من بعد راه دخلت البنات ما ساليتش باش ندير الغدا، ما نكذبش عليكم ما يمكنش ندير كل شيء، انا ماشي سوبر هيرو، انا ماشي حياه الواعره، حياه فلوغ. هنا راجلي وولادي تغداو في الزنقه بما انني انا كنت في الصالون. هنا انا فاش عدت راجعه خديت واحد الطواجن ليا حتى انا صغير هكا حيت شهيت الطاجين باللحم البقري، خديتو كليتو، كليت شويه تاع الخبز وكليت الطاجين مزيان ديال اللحم، عرقتها مزيان مزيان. وهنا كيسايل الفلوق ديالي وكيسايل النهار ديالي، وهنا كنت غادي ندير العشيه والوداع، ما سايت نصور لكم. نتلاقاو ان شاء الله في شي فلوق اخر، وما تنساوش تلايكيو ليا وتبارطاجيو مع صحابكم القناه الا كانوا عجبكم هذا الفلوق، ولا بغيتو بحال هذه الفلوقات كثروا ليا من اللايكات والبارطاج. غرو بيزو كنبغيكم بزاف.